الاقتراع الخاص القوات الأمنية يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية الجديدة. لتفاصيل أكثر عن مجريات الاقتراع الخاص ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية مراسلنا من أحد المراكز الانتخابية في بغداد الزميل أرشد الحاكم. أهلا ومرحبا بك أرشد في نشرة المنتصف من الرشيدة الفضائية. وبداية صف لنا الأجواء العامة في سير الانتخابات حيث تواجدك. نعم نعم زميلي، يمكن هنالك خلل في الصوت. زميلي أرشد إذا تسمعني، ما هي منطقة الصورة ساحة لديك؟ النسور هنالك إقبال كبير من قبل المقترعين من القوات الأمنية. نعم أسمعك واضح. نعم أكمل زميلي. ربما هنالك خلل في الصورة. نعم أسمعك واضح حسن، يعني كما ذكرت مستمرين في هذه التغطية ونتواجد الآن في هذا. تسمعني واضح؟ نعم أسمعك. نعم أكمل زميلي. تسمعني واضح؟ نعم زميلي. ربما هنالك خلل في الصورة. نعم يعني مستمرين في هذه التغطية كما تشاهدون من خلفي هنالك أعداد كبيرة من المقترعين من أبناء القوات الأمنية باشروا بالحضور صباح هذا اليوم إلى مراكز الاقتراع من أجل إدلاء بأصواتهم. نحن الآن نتواجد في أحد المراكز الانتخابية في منطقة ساحة النسور. هنالك من خلفي هنالك زخم كبير لأعداد الناخبين من أبناء القوات الأمنية والجيش العراقي يحاولون إدلاء بأصواتهم، لكن ربما عدد الأجهزة المتواجدة في هذا المركز سبب ارباك كبير في عملية الاقتراع. هنالك ثمت مشاكل حدثت منذ صباح اليوم ولحتى هذه الساعة، هنالك أعداد كبيرة من الناخبين لكن من أذي بصوت الآن هم أعداد قليلة فقط من استطاعوا بالإدلاء بأصواتهم. مدير المركز الانتخابي أكد أن العملية كانت منظمة منذ ساعة الصباح لكن هنالك توافد أعداد كبيرة من قبل المقترعين هو ما سبب في حدوث بعض الارباك في العمل كما ترون من خلفي بالتحديد، يعني أعداد كبيرة يحاولون إدلاء بأصواتهم لكن عدد الأجهزة حالة دون ذلك. أيضا هنالك بطء في هذه الأجهزة. مدير المركز الانتخابي الذي نتواجد فيه أكد أن العملية تسير بانسيابية رغم الأعداد الكبيرة لكن الواقع ربما يروي عكس هذا الموضوع. الأعداد المتواجدين الآن الناخبين يحاولون إدلاء بأصواتهم، هنالك أعداد كبيرة منهم جاءوا. كان من المفترض والخطة تقضي بأن يأتي أعداد على شكل أفواج إلى هذا المكان لكن الكل جاءوا في وقت واحد وهو ما سبب ارباك في العمل. الان يحاول موظفو الاقتراع السيطره على هذا الموقف ومحاوله ادلاء باصوات المقترعين في الاقتراع الخاص. هنالك عدد من القوات الامنيه لم يجدوا اسماءهم، هنالك عدد كبير اخر لم تظهر بصماتهم والمشكله مستمره حتى هذه اللحظه. نعم. نعم زميلي ارشد، لاحظنا في الساعات الاولى من صباح هذا اليوم كان هنالك اقبال ضعيف وربما في هذه الساعات وربما في الساعات المقبله ستكون هناك اقبال واسع على الانتخابات من قبل القوات الامنيه. هل هنالك نسبه معينه يعني عندك حتى يعني توصلها للمشاهد حتى تكون في الصوره؟ نعم. نسبة الإقبال هي نسبة كبيرة لحد هذه الساعات، هنالك إقبال كبير وربما النسبة الكبيرة هي من سببت هذا الإرباك في العمل، لكن المشكلة الحقيقية هي مشكلة البطء المتواجد في الأجهزة وقلة عدد الأجهزة المتواجدة هنا. هنالك ثمة مشاكل، يعني معي أحد المنتسبين. السلام عليكم، أدليت بصوتك حضرتك. صحيح، بس إذا تسمح لي شوية نسولف. انتخابات عبارة عن مسرحية، عبارة عن مهزلة. اجينا احنا جايين الساعة بالستة الصبح، وصلنا مركز الاقتراع الساعة بالسبعة، دخلنا للمحطة محطة الاقتراع الآن بالمحطة الرابعة. زين يعني لحد الساعة تقريبا ال 11 يلا 160 شخص منتخب، 160 شخص عفوا فقط منتخب. زين بالإضافة اجينا انتخبنا، تعرف بالهوسة وصايرة. من اجينا على المحطة سجل اسامينا وتأكد من الاسم وطانا الرقم. المشكلة اللي صارت عندي
بعدني ما سجلت الاسم وطوني الورقه راسا ابو الكيان او ابو الصندوق راسا خذاها خليها بالصندوق. قال لي تم التصويت. قلت له شلون تم التصويت؟ هاي صارت باطله الورقه، يعني هاي باكر الورقه من طلعوها راح تصير تزوير، راح يخلون مقع ومكمل بس يخلون رقم الكيان او رقم الشخص اللي راح ينتخب. هذا شيء باطل، يعني لازم تدققون بهذا الشيء. اكو ناس فعلا ما طلعت بصماتهم؟ يعني شخص واحد وهو معوق ما طلعت بصمته، الباقي كلهم طلعت بصماتهم. اي بس انا اللي شفته شخص واحد معوق هو فما طلعت له بصمته. انت ورقتك راحت بالصندوق ما فيها تصويت. الصندوق وهو اللي اجى خذاها من ايدي، هو اللي اجاها. يعني بعدنا تروح انا للمركز الاقتراع انتخب زين بالكابينه راسا اجى خذ الورقه من ايده وخلاها بالصندوق. قال انت انتخبت وصوتت. قلت لك شلون صوتت؟ قال هاي صوتت خليتها هنا. أنا قلت له انا ما منتخب زين، بهيج حاله هاي راح تروح تزوير ومن الصبح لسا احنا على مود هذا الصوت ونحاول نغير ولو شيء بسيط من هالوطن هذا. نعم شكرا جزيلا. يعني هذه حاله من الحالات التي حدثت في المراكز الانتخابيه، قام موظف الاقتراع يعني استعجال الامر ووضع الورقه في الصندوق دون ان يصوت المنتسب، ويعني هذا ربما ستكون هذه الورقه باطله. هذه مشكله من جمله مشاكل موجوده في هذا المركز الذي نتواجد فيه. نعم حتى الان الاعداد قليله المتواجده من موظفي الاقتراع في هذا المركز بالقياس بالاعداد الكبيره من المنتسبين. فيما يخص الخطه الامنيه، يمكن لو نتكلم عن الخطه نتكلم عن الخطه الامنيه اللي وضعتها قياده عمليات بغداد في هذا اليوم. قبل اروح على الخطه الامنيه، يعني كان المفروض ان يتم تفويج المقاتلين في هذا المركز، ان يتم على شكل وجبات، وجبه في الساعات الاولى ومن ثم وجبه في الظهيره وجبه في المساء. نعم لاحظنا من خلال احد العناصر الامنيه شاركوا بالانتخاب، هناك يعني استياء واضح على وجوه بعض العناصر الأمنية، يعني لماذا هذا الخلل في واجب المفوضين أو الموظفين الموجودين في مراكز الاقتراع؟ يعني ما هي الخطط البديلة؟ يعني عندما يحصل هنالك خلل أو عطل في أحد الأجهزة، أجهزة الاقتراع، ربما هنالك ستكون أعداد كثيرة من العناصر الأمنية ويخلص يعني وقت الانتخابات، مثل ما نعرف الساعة 6 تغلق مراكز الاقتراع، يعني ما هي الخطط البديلة؟ نعم نعم نعم، يعني المشكلة الحقيقية المتواجدة والتي أدت إلى هذا الإرباك في العمل حتى الآن هو عدم وجود تنسيق بين إدارة المحطة وبين الجهة التي مخولة بحماية وتنظيم العمل في هذا المكان وبين أعداد المقاتلين. هنالك عدد كبير من العجلات العسكرية قامت بجلب أعداد كبيرة من المقاتلين دفعة واحدة إلى هذا المركز، وهو ما سبب هنالك زحمة في هذا زخم في هذا الموضوع. هنالك عدد من البطاقات الانتخابية لم تظهر، هنالك عدد من البطاقات الانتخابية البصمات لم تظهر للمواطنين. ربما لحد الآن لا يوجد أي حل بديل لدى هذا المركز الانتخابي وربما لدى حتى المفوضية لمثل هذه الحالات. يعني كان من المفروض أن توجد حلول بديلة، خاصة وأن يعني وقت الاقتراع ربما مساء اليوم سيتم الانتهاء من هذا الموضوع وستنقل الصناديق وأيضا يتم ربما موضوع العد اليدوي وما إلى ذلك. لحد الآن لا توجد أي حلول لهذا الموضوع والمشكلة قائمة لحد الآن. ربما كان المفترض أن توجد بعض الأجهزة البديلة في حال توقفت هذه الأجهزة الموجودة هنا. نعم زميلي أرشد، ننتظر يعني إجراءات تتخذها المفوضية للانتخابات. خلينا نتكلم عن الإجراءات الأمنية الخاصة بحماية المراكز الانتخابية، كونك أنت حاضرا في أحد المراكز الانتخابية في بغداد. نعم الخطة الأمنية التي وضعتها قيادة عمليات بغداد هي واضحة، لا سيما في يوم الاقتراع الخاص. هنالك يعني ربما قطع لبعض الشوارع القريبة من قبل بعض المراكز الانتخابية، لكن السيادية في حركة الشوارع هي متواجدة بعض الشيء. ايضا هنالك انتشار امني كبير، هنالك عدد من القوات الامنيه تدلي باصواتها، لكن بالاضافه الى هذا هنالك ايضا وجبات اخرى هي من تقوم بتامين المراكز الانتخابيه وتامين العاصمه وايضا في واجباتها، وهنالك وجبات متبادله لاجل عمليه التصويت.
حتى هذه اللحظة الخطة الأمنية بانسيابية عالية، كما تحدث قائد عمليات بغداد قبل قليل، أكد أن العملية مستمرة بانسيابية عالية، وربما هذا يستمر حتى ساعة المساء في حال لا سامح الله حدوث أي طارئ. فيما يخص يوم الاقتراع العام، هنالك خطة خاصة لهذا اليوم من ليلة الجمعة الساعة 12 حتى ليلة السبت، سيكون هنالك حظر تجوال حسب ما أعلنت عن ذلك وزارة الداخلية، لكن اليوم لحد الآن هي انسيابية عالية في حركة المواطنين في الشارع وحركة أيضا قوات الأمنية أثناء عملية الاقتراع الخاص، لا سيما وأن بغداد وحدها تحتوي على أكثر من 100 مركز التصويت الخاص. يعني نعم زميلي أرشد، لاحظنا هنالك زخم من قبل القوات الأمنية حول المشاركة بالانتخابات، ولاحظنا هنالك بطء بعمليات الاقتراع، وهنالك خلل ببعض الأجهزة، وهنالك يعني خلل بعرض البصمات الخاصة بالأشخاص اللي يقومون بعمليات الانتخاب. يعني هل سنلاحظ أنه يطلع يعني تخرج المفوضية ببيان وتمدد عمليات الاقتراع؟ يعني ربما الساعة 7 أو 8 تغلق المراكز الانتخابية. يعني الكل يتأمل هذا الموضوع. نعم، يعني الكل يتأمل هذا الموضوع، الكل يتأمل أن يكون هنالك يعني ربما تمديد للوقت لأجل ربما معالجة هذه المشاكل. هنالك أعداد كبيرة من القوات الأمنية تم إخبارهم أنهم يستطيعون الإدلاء بأصواتهم في أي مركز خاص، وعندما أتوا لهذه المراكز لم يجدوا أسماءهم، وبالتالي هم لا يستطيعون الإدلاء بأصواتهم ولا أرشد زميلي شكرا جزيلا لك لهذه فقط هذا اليوم. إذن هذه مشكلة، هنالك أعداد من القوات الأمنية جاءوا ولم تظهر بصماتهم.